أعلن المدرب الإسباني إيرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة قائمة فريقه الرسمية المستدعاة لخوض مواجهة إيبار في الليجا. ويحل النادي الكتالوني ضيفا مساء السبت على نظيره إيبار في المباراة التي ستقام على الملعب البلدي إيبورو ضمن لقاءات الجولة 24 من الدوري الإسباني. وشهدت قائمة البلوجرانا غياب 4 لاعبين وهم أندريه جوميش لعدم حصوله على التصريح الطبي للمشاركة في اللقاء، فيما غاب دينيس سواريز فيرميلين الكثير لوجهة نظر فنية. وجاءت قائمة برشلونة كالتالي: حراسة المرمى تير شتيجين سيلسين، خط الدفاع سيميدو روبرتو بيكيه أومتيتي ألبا لوكاس دين ياري مينا، خط الوسط راكيتيتش بوسكيتيس باولينيو كوتينيو فيدال إنييستا، خط الهجوم ميسي سواريز ديمبيلي.